ترأس معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الاجتماع 31 للجمعية العمومية في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، حيث عقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأسيوي لكرة القدم ورؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الأسيوية. أشاد رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم بالدور المحوري للاتحادات الوطنية للأعضاء والاتحادات الإقليمية في ضمان مواصلة نهوض الاتحاد القاري بوضع أقوى من آثار جائحة كورونا. ورحب معالي بالمشاركين في الاجتماع مؤكدا أن الاتحاد الأسيوي تمكن من مواصلة النهوض بكرة القدم الأسيوية في أصعب الظروف، موضحا أن العديد من الفرص لا تزال في انتظارنا. وأعرب رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم عن تفاؤله بقدرة كرة القدم الأسيوية على مواصلة البناء على الإيقاع القوي للتعافي والذي تحقق خلال عام 2021 من أجل تحقيق عام تاريخي في 2022. تم خلال الاجتماع الموافقة على مشاركة الاتحادات الوطنية الأعضاء التي لم تتمكن من المشاركة في بطولتين على الأقل من مسابقات الاتحاد على مدار العامين الماضيين قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية 31، وعدم حرمانها من حق التصويت خلال هذا الاجتماع.